الحاله الاجتماعيه؟ لوحدي وام. سنجل؟ سنجل يس. وريدي تو منجل؟ عدد الابناء؟ خالد بس. بس الحمد لله. طب اول مرتب اخدتيه كان كام؟ كنت مبسوطه بيه جدا جدا في الاذاعه 75 قرش. كنت متخيله ان ممكن 75 قرش دي تخليكي تمسكي شنطه بعد كده ب 75 الف جنيه. بشتريهم في التخفيض بيبقوا اقل من كده.